رحلة بناء الملكوت صعبة، باب ضيق، طريق كرب. لاحظ أنه لما ربي يقول ضيق هو الباب وكرب هو الطريق المؤدي إلى الحياة، وقليلون هم الذين يجدون. بطرس سأله، قال له إيه؟ قال له يا رب أقليلون هم الذين يخلصون؟ ما قالوش أي ولا لا. قال له إيه؟ قال له اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق. هل أنتم تريدون حقا فعلا مسيحية الحياة حسب الإنجيل، اختبار عميق للمسيح، ولا عايزين مسيحية خفافة؟ نصيحتي أنا ليك، المسيحية الخفافة هتمشي معاك لحد نقطة وهتسيبك في النص. ليه؟ ما عندهاش أكتر من كده. يعني هتمشي معاك الاختبار الأولاني وتفرح وتتغير وتمشي، فعلا تبقى إيه؟ اتغيرت وفرحان، حاجة جميلة. وبعد مسافة هتلاقي نفسك إيه؟ واقف. هتلاقيها مشيت لنقطة في السكة وثابتك. ثابتك ليه؟ لأنها ما عندهاش بعد كده. أصل هي دي المسيحية الخفافة. فيحصل عندك حيرة وجوع وظمأ، ما انتش مشبع، مش عارف توصل، لا طلت طلعت قدام ولا طلت طلعت لورا. كثيرون يرجعون. الرب ما يسمحش ان حد منكم يرجع. عايزين مسيحية حقيقية، في حاجتين لازم يبقوا واضحين قدامكم من دلوقتي. اول حاجة، لا مسيح حقيقي بدون اخوك. يعني ايه؟ لا يمكنك ولا يمكنك أن تصل إلى المسيح حقيقي من غير ما تحب أخوك. من غير أخوك بنحتمل أثقال بعض، بنغفر أخطاء بعض، بنتألم من أجل بعض. لا مسيحية حقيقية بدون أخوك. أخوك هو الوسيلة وهو المراية اللي هتقول لك مسيحيتك شكلها إيه. هي الميزة إيه بقى؟ الميزة انه ضعفات اخوك هتوجعك وهتدوس على الحتة اللي بتوجعك، بس هذا الوجع اللي هيدوس ميزته انه لو انا احتملت هيعمل ايه؟ هيفتح الخلاصة. الخارج موجودة جوانا يا جماعة، من عدم الاحتمال، من ضيق الصدر، من كبرياء، بغضة، من عدم غفران، من تمسك بحقنا، نظر لاحتياجاتنا الشخصية دون غيرنا. الخلاليق جوانا، إذا لم ترى القبح الذي في نفسك وإذا لم أرى القبح الذي في نفسي فلن أتغير عنه. أفضل لي أن أرى قبحي وأروح عند الصليب وعند الرب وأعتذر. محدش أحسن من حد يا جماعة. الحكاية بسيطة أوي، أنه أن احنا نسلم بأن هذا هو قبح العالم الذي دخل إلى حياتنا جميعا، وأنه لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرض، وأن المسيح جاء من أجل الخطاة الذين أولهم أنا. لكن الرب يستطيع، وهو بيعمل بقى كده، يعني يخرج إيه؟ بس خليك سلس في إيه؟ ما تعصلكش. أما يجي أخوك يدوس، بدل ما كنت ماسك إيد أخويا اللي دست عليا وعايز أكسرها من الوجع، عايز أكسرها، أروح كتر خيرك، إيه؟ أنت كنت عايز تكسرها؟ لا، ده أنا عايز أبوسها دلوقتي. أنا كنت عايز أكسرها بسبب حماقة البغضة اللي في قلبي، انا عايز ابوسها دلوقتي لان هي اللي خررت البغض، جابت لعدوي الحقيقي اللي ساكن جوايا. يا يسوع، لسه البغضه في قلبي، لسه البغضه ما خرجتش بالكامل. ارحمني، اغسل، طلع، اغفر يا ابن الله. لسه الكبرياء تاني وتشامخ الروح بتاع العالم بيتحرك اهو، طلع في الكلمه اللي رديت بيها على الراجل اللي هناك. ارحمني. هذا هو الطريق بقى لتبعيه نقيه وتطهير مستمر للقلب. بصوا يا جماعة، هي العقدة في المنشار تبدأ من هذه النقطة، انك اذا عينت الله حقيقة كل حاجة هتصغر في عينيك وهتستهين بكرامتك. واعمل وصية اعملها، موت روحك اموت، ولا يوجد شيء له قيمة عندك. زي ما الرسول بولس قال، لست احتسب لشيء ولا نفسي ثمينة عندي. ثمرة معاينة الله يخرج بنتيجة انه كل ده ولا حاجة، وأن الخيرات الأبدية لا يعوضها شيء. في الوقت نفسه مش حاجة توصل لمعينة الله إلا لما يتنقى القلب. طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله. هنا مخاطرة الإيمان، إن أنا بقى بصدق ده إنجيل، بصدق الإنجيل ومش ورا الإنجيل بس خلاص. كنا نقول حاجتين، أخوك، حاجة تانية المسيح، تبقى أمين ليه، مخلص ليه. وكل واحد
بيحصد اللي زرعه وبيحمل حمل نفسه، ولازم يتحط في الخانة الصح، ولازم يتوب ويتقدس، وبألام كثيرة ينبغي أن تدخل ملكوت السماوات، وهو بيؤلم عشان يخش ملكوت السماوات. عايزين نرتاح؟ اخضعوا لله. اللي تشوفه أنت ما شوفوش أنا، اللي تعرفه أنت ما عرفوش أنا، اللي تفهمه أنت ما فهموش أنا. أعمل اللي تشوفه، أنا هخضع عليه. عندي حاجة هقولك أنت عليها، وبعدين أنت أعمل اللي تشوفه. أنت سيد، تقدر تعمل، تقدر تتكلم. يا جماعة الله كلي، الله قرأ كل شيء، الله يستطيع أن يصل إلى أذن اللي ما تقدرش توصل لودنه. الله وصل إلى أذن الملك عشان ينجي مردخاي. مردخاي ما يعرفش يوصل للملك، لكن الله يوصل له، حتى لو ملك شرير وما يعرفهوش برضه يوصل. هو الله، هو الرب، هو يستطيع كل شيء ولا يعصر على. ريح بالك بلا سنة، ريح بالك وطلع روحك من الشغلانة خالص، وظبط حالك معاه واخضع عليه، وبعدين عندك امتياز انك بتعرف تتكلم وتوصل للذي بيده كل شيء. استفيد من الامتياز ده، اخضع ليه وهو يقدر يصح الملك منه، والقوم قوم اعمل، نفذ اللي بقول عليه، انا الله وليس غير. كل المهمومين وكل المحزونين حينما نخضع لله نستريح. رب يدينا خضوع ليه وغير خطير، ويساعدنا ان كل خارجي اللي كشفه لنا واحنا بنسمعه بالتضاع لتوب عنك.